هذا وعبر عدد من المواطنين والمقيمين عن ارتياحهم البالغ لما وصل إليه مشروع تقاطع الفاتح من إنجاز، مؤكدين أنه يسهم في زيادة انسيابية الحركة المرورية في هذا التقاطع الحيوي. تحقيقا لرؤية مملكة البحرين 2030 وضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الأشغال بتطبيق خطتها في سياسة الافتتاح المرحلي لعناصر المشروع الرئيسية لتطوير شارع الفاتح فور الانتهاء منه كلا على حدة، ما يسهم في تحسين تدفق الحركة المرورية، فقد شهد نفق تقاطع شارع الفاتح عند افتتاحه تحسنا ملحوظا في وضع الحركة المرورية، ما يؤكد على المساهمة المباشرة في ضمان انسيابية الحركة المرورية وتخفيف الازدحامات. نبارك ونهنئ بافتتاح نفق الفاتح الذي سوف يخلو المنطقة إن شاء الله، وتشرفنا اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس الوزراء وافتتاح هذا النفق، ونشكر طبعا المملكة العربية السعودية صندوق السعودي للتنمية. طبعا المشروع اليوم بحد ذاته مشروع ضخم ويخفف كثير يعني من زحمة الترافيك الموجود خاصة في هالموقع اللي هو مدخل الجفير والمنامة، فبيخف الزحمة كثير. طبعا مشروع تطوير شارع الفاتح إنجاز كبير لأهل العاصمة وللزوار وللسواح وجميع من يستخدمون الطرقات في مملكة البحرين، طبعا إنجاز كبير وإحنا سعداء ونشد على جهود العاملين والمسؤولين في هذا المشروع الكبير، وطبعا راح يكون نقلة نوعية بالنسبة إلى حركة وانسيابية المرور في على شارع الفاتح. عدد من مرتادي الطريق أظهروا انطباعات إيجابية حول افتتاح نفق تقاطع الفاتح جزئيا، وأشادوا بمساهمته الكبيرة في تخفيف الازدحامات المرورية. واضح إن شاء الله طيب وراح يفك الأزمة إن شاء الله، أزمة الزحمة خاصة شارع الفاتح شارع رئيسي، ونشكر القائمين عليه والوزارة وزارة الأشغال. والله فرحة ما يعني تعبر عنها، لكن إن شاء الله يكتمل الجزء الثاني في أسرع وقت، نحاول بأسرع وقت نفتح الجزء الثاني ويكون الشارع الفاتح بيض وجه إن شاء الله. جهود طيبة الله يبارك فيكم إن شاء الله، والبارك اللي يسوي جهود ترى هاي وايد تسهل على المنطقة هذه. يعطيكم ألف عافية، ما قصرتوا على الشارع الجديد، خفيتوا علينا الزحمة وايد. أكيد شعور زين، هاي بيسهل علي درب الدوام، وأكيد بيسهل على الناس كامل يعني. هاي الشارع معروف بزحمته، وحين الحمد لله إن شاء الله الأمور طيبة. هذه الجهود المتواصلة والحثيثة من قبل وزارة الأشغال تأتي كجزء من خطة أشمل لتطوير شبكة الطرق في كافة محافظات المملكة، والتي تساهم بشكل إيجابي في توفير الوقت على مرتدي الطريق وتسهيل الحركة المرورية وتقليل زمن الرحلة، وذلك لتنفيذ توجيهات الحكومة وخطتها التي تعنى بتطوير مشاريع البنية التحتية بما يواكب التطور الذي تشهده مملكة البحرين. هذا المشروع الحيوي المهم الذي يتربع على سلسلة المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال بالتعاون مع صندوق السعودي للتنمية يشكل النقلة النوعية في محافظة العاصمة وشبكة طرق مملكة البحرين في ظل هذا التطور الذي تشهده مملكة البحرين في كافة المجالات. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.